منطقة المرج. نعم نشكر المؤسسات الإغاثية أو الحملة الإغاثية لكي تبرأ الزمم على تقديمها وجبات طعام للأطفال النازحين من مناطق المرج. أما إحنا نازحين. تعال ايلو ليلو محل دون يلا قول بسم الله قول بسم الله بسم الله قول بسم الله عمو يلا في معالج في معالج في معالج في معالج